السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فاصلة. بناء على رغبة مشاهدينا ومتابعين برنامجنا اللي بعتولنا أو شاركونا الحلقة الخاصة بشيخنا اللي كان معانا في بعض الحلقات من حلقاتنا، شاركونا طبعا الرأي. الحمد لله فضل ربنا على إعجابهم بالحلقة، وبعتولنا بعض الاستفسارات عبر رسائل الصفحة رسائل برنامج كلمة فاصلة. ومن خلال الرسائل دي او الاستفسارات اللي حابين يعرفوها بعتنا لشيخنا طلب دعوه، وتفضل مشكورا في البدايه قبول دعوتنا. احب ارحب بضيفنا، اهلا بحضرتك شيخنا. اهلا وسهلا. طبعا يا شيخ حسن، بما ان حلقتنا الحمد لله عجبت كتير من المشاهدين ونالت اعجابهم، بناء عليه في بعض الاستفسارات وصلتنا على الصفحه، فانا دايما بحب اخلي الاهتمام بمشاهدينا في الاولويات بخصوص كل حلقه لينا. فبما انه بعتلنا استفسارات، هخلي جزء من الحلقه بتاعتنا النهارده عن استفسارات ان حضرتك تفضل مشكورا بالاجابه مستعد عليهم. وفي البدايه كده يا شيخنا، عشان اللي في بعض الاسئله اللي بعتت لنا، حسيت منها ان في من المشاهدين مش عارفين يعني ايه سحر، ما هو السحر؟ بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم أدبنا. باسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل وبك نستعين. بداية، عندما نعرف السحر نقول السحر هو عقد اتفاق بين الساحر وبين جني، بحيث يقوم الساحر بتقديم القربات للجني عياذا بالله، وهذه القربات تكون من الشركيات ومن المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بحيث يقوم الجني بخدمة هذا الساحر. على سبيل المثال، ربما يطلب منه مثلا التفريق بين فلان وفلانة، أو يطلب منه مثلا أن يجلب مثلا المحبة لفلان وفلان وهكذا. فهذا عياذا بالله من الشرك المنهي عنه، قد نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الذهاب لهؤلاء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحديث أخرى كثيرة يعني تنهى عن هذا الأمر، وآيات يعني وضح ربنا سبحانه وتعالى خطر السحر، وبين أن الذي يلجأ إلى هذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله على خطر عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأنا أنصح إخواني جميعا بعدم الذهاب إلى هؤلاء وعدم اللجوء إلى هؤلاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الصواب وإلى الرشد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. طيب شيخنا، ايه هي انواع السحر؟ السحر انواع كثيره، يعني على سبيل المثال سحر التفريق، سحر المحبه، سحر الجلب، سحر الاجهاض، سحر النزيف، سحر الربط، كل هذه اسحار وغيرها الكثير. ولكن يعني أبين هناك أمر مهم قبل أن أبدأ في هذا السؤال أو الجواب على هذا السؤال، ألا وهو أنا لا أريد أن أعلق قلب المشاهد إلا بالله سبحانه وتعالى، ونعم بالله أكيد، فلا يكل كل أمر إلى السحر. فربما بعض الناس عندما يشعر مثلا بأنه بينها أو تشعر بينها أن بينها بين زوجها مثلا شجر أو حصل بعض المشكلات، توكل الامر للسحر مباشره. لا لا، ربما يكون الامر غير ذلك اصلا يعني، فلا نكل كل امر للسحر، انما للسحر علامات، له علامات. فعندما نتكلم على سبيل المثال، عندما نتكلم مثلا عن سحر الاجهاض، فنقول مثلا سحر الاجهاض هو عباره عن تكليف من الساحر لجني، بحيث يتمكن هذا الجني من رحم المراه، فلا يستطيع، فلا تصل الحيوانات المنوية إلى البويضة، ربما يقتل هذه الحيوانات قبل أن تصل إلى البويضة. تشعر بماذا؟ يعني المصاب بهذا السحر مثلا تشعر بألم في المعدة، تشعر بألم في الظهر، تشعر بأحلام مخيفة في المنام، أو تأتيها من تخيفها في المنام، وغير ذلك من هذه العلامات. ونقول حتى مع وجود هذه العلامات، نقول إن لم يكن هناك أمر طبي أو مانع طبي من حدوث الحمل أو إتمام الحمل، فعليها أن تلجأ إلى الرقية الشرعية التي يعني بلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد في جمعها العلماء الأفاضل،
وهي بفضل الله سبحانه وتعالى متوفرة على المواقع التواصل الاجتماعي، ومتوفرة بفضل الله سبحانه وتعالى عبر الرقاة الشرعيين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي جميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين يا شيخنا. طب شيخ حسن، دايما بيكون في أخطر نوع من الأسحار، يعني بسمع دايما إن في نوع أخطر من نوع، أو في نوع ليه ضرر أكبر من ضرر. تمام. إيه أخطرهم؟ عندما نتكلم عن الأنواع فالنوع من حيث الفعل. تمام. يعني على سبيل المثال لما نتكلم عن النوع من حيث الفعل، نقول أن أخطر أنواع السحر هو السحر المدفون. السحر المدفون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربما يدفن في المقابر أو يدفن في بعض المنازل، وأكثره يكون في المقابر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني يكلف الساحر من يذهب إليه لكي يفعل له السحر بأن يدفن هذا السحر في المقبرة مثلا أو بجوار المقبرة، ومقابر المسلمين مليئة بمثل هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هناك بفضل الله سبحانه وتعالى بعض القرى في بعض المحافظات، زي مثلا محافظة القليوبية، وبعض إخواننا في محافظة البحيرة، وبعض المحافظات بفضل الله سبحانه وتعالى بعض الشباب يعني كونوا حملة لتنظيف المقابر، وقد بالفعل يعني قدر الله سبحانه وتعالى وإخرج أخرجوا كثير بفضل الله سبحانه وتعالى من هذه الأسحار. وطبعا من أسرع الطرق في العلاج أنك تجد السحر، لو وجدوا فعلا السحر المدفون وأخذوه وقرأوا الرقية على ماء ووضع هذا السحر المدفون في الماء، بفضل الله سبحانه وتعالى يبطل السحر تماما بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب اتفضل. يعني أود بس أن أنبه إلى, 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 إلى أمر هنا عندما نتكلم عن السحر من حيث الفعل. تمام. فهناك نوع آخر إلى هو السحر من حيث النوع. تمام. عندما نتكلم عن السحر من حيث النوع، أنا أرى أن أخطر الأنواع هو سحر التفريق، لأنه هنا قد أدى للشيطان غايته، لأن غاية ما يريده الشيطان هو أن يفرق بين المرء وزوجه، وهذا هو المدلل عند كبير الشياطين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بمعنى عندما يأتي على سبيل المثال، عندما يأتي الجني ويفرق بين الرجل وبين زوجته فقد خرب البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، شتت الأولاد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ضيع الأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيوقع خطر عظيم جدا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا السحر من حيث النوع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المسلمين من هذه الأخطار وهذه الأسحار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. طيب شيخ حسن، كل سحر أو كل نوع سحر بيبقى ليه نوع علاج معين أو طريقة معينة في العلاج، ولا كله بيمشي بطريقة علاج واحدة؟ تمام، جزاك الله خيرا. أولا عندما نتكلم عن كيفية العلاج، نقول إن كيفية العلاج كلها اجتهادية، ليس هناك علاج منصوص عليه نصا واضحا بائنا من القرآن والسنة، فكله باجتهادات أهل العلم إلا طبعا القليل. فعندما مثلا على سبيل المثال، عندما نتكلم مثلا عن سحر النزيف مثلا، وسحر النزيف معروف طبعا يعني عند الأطباء بالنزيف، ومعروف عند الفقهاء بالاستحاضة. تمام. نقول على سبيل المثال أن هذا النوع خاصة تقرأ الرقية فيه على المريض، بداية تقرأ رقية على المريضة، فإن صرعت فيتعامل مع الجن طبعا، يذكره بالله ويذكره بحقوق الآدمية عليه، فإن كان مسلما ذكره بحق الإسلام وذكره بحق أخيه المسلم، وإن كان غير مسلما طبعا يعني ينصحه بالدخول في الإسلام ويدله على طريق الصواب، ده إن كان المتعامل معه أصلا عنده خبرة، يعني مش أي حد يتعامل مع الجن، مش اي حد يجي كده يقول لك انا هتعامل معاه ممكن يؤذيه هو اصلا. وطبعا احنا قلنا في حلقتنا اللي فاتت ايه هي صفات الراقي الشرعي اللي هو بيتم عليه العلاج، لازم يكون عنده خبره في التعامل مع الجن، ما ينفعش كده يجي كده اي حد كده وتعامل مع الجن. ولكن طبعا لو هو ما عندوش خبره في التعامل معاه، فاذا هننصح بالامور التاليه، الا وهي تمام، تقرا الرقيه على ميه تمام، ويشرب من هذا الماء، وتغتسل المريض لمده 15 يوم، تشرب على الريق تمام، وتغتسل لمده 15 يوم، وتسمع يوميا سورة البقرة، وتسمع آية الكرسي مكررة لمدة ساعة يوميا، تحافظ طبعا على الصلوات في أوقاتها، تحافظ على أذكار الصباح والمساء، تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله عز وجل بعد 15 يوم بإذن الله سبحانه وتعالى سينتهي الأمر تماما بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط أن تحافظ على هذه الأشياء التي ذكر.
هل في مدة معينة لفترة العلاج؟ ليست هناك مدة معينة لفترة العلاج، ولكن فترة العلاج ترجع إلى المرقي نفسه أو المصاب نفسه. بمعنى لو كان إنسان تقيا عنده حسن ظن في الله سبحانه وتعالى، واثق بأن كلام الله سبحانه وتعالى فيه الشفاء، فربما في يوم واحد تنتهي مدة العلاج، وربما يحتاج إلى شهر وشهرين وأكثر من ذلك، فترجع إلى قوة إيمانه وترجع إلى قوة شخصيته، وبها يؤثر هو على الجن بفضل الله سبحانه وتعالى، وقوة أيضا المعالج. فلابد من المعالج أن يكون من الأتقياء الذين حققوا الإيمان لله رب العالمين. إذا كان المعالج أي الراقي الشرعي محققا للإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى، يستطيع إخراج الجن، بل يهابه الجن، فالجن يهاب المتقين. فهاب عمر رضي الله عنه وارضاه، ولا طبعا يعني أمثل أحد عمر الفاروق، فشتانا شتانا يعني، ولكن يعني أود أن أنبه فقط أن الجن يهاب المتقين، يخاف من المؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف أذاهم عن المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مين هم أكثر الناس عرضة للسحر؟ أكثر الناس عرضة للسحر طبعا البعيدين عن الله سبحانه وتعالى. يعني إنسان مثلا مقصر في صلواته، مش محافظ على أذكار الصباح والمساء، مش محافظ على الطاعات، ده أكثر الناس تعرضا للسحر، ده ممكن يصاب بسرعة. وخاصة احنا في أيام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كثرت فيها الأحقاد وكثرت فيها المشاكل واللجوء للسحرة. فربما لو أن إنسان مثلا بينه وبين إنسان مشكلة يذهب إلى الساحر، يذهب إلى العراف لكي يفعل له سحرا، وهكذا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأنا أنصح الجميع، أنصح أخواني جميعا بأن يحافظوا على صلوات في أوقاتها، يحافظوا على أذكار الصباح، يحافظوا على أذكار المساء، يحافظوا على الذكر عامة والاستغفار خاصة، يكثروا من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بحيث يحفظوا أنفسهم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لا يزال معه من الله حافظ حتى يصبح. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف الشديد نحن يعني إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى في غفلة شديدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله السلام. إيه أخطر نوع من أنواع السحر تعرض على حضرتك وبالفعل تم فكه أو تم العلاج منه؟ الله مستعان. والله هو يعني الذي عرض كثير يعني، فنسأل الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي ربما يحضرني يعني كان هناك بعض الأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي الجميع، كانت أصيبت بالجن العاشق أو المس العاشق. وهذا الجن كان طبعا يعني يصرفها أو يصرف كل خاطب يأتي إليها يصرفها، وكانت هي ترى أيضا من يأتي إليها بمنظر قبيح، حتى يعني دعاها الجن بعد ذلك إلا أن تتطاول على إخوانها في البيت وتطاول على والديها، وكانت تخرج من البيت وتترك البيت وتظل أياما خارج البيت. صلى الله سبحانه وتعالى أن يستر جميع نساء المسلمين. وطبعا عرضت علي هذه الحالة. معلش يا شيخ بدون قطع كلام حضرتك، هل في الفترة دي بيكون الإنسان غير مدرك بالحياة؟ يعني بيكون مسلم الحياة للجن العاشق؟ تمام. هو الجن في الوقت ده بيسيطر على الإنسان، بيغيب وعيه، يخرج من البيت بدون دراية منه، بدون دراية تماما منه، تمام. حتى لما بيتصرف مع أهله بأسلوب مش كويس برضه بيبقى بدون دراية منه من حضرتك. والحالة دي بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بفضل الله عز وجل، يعني نصحناها بأن تحافظ على البرنامج اللي ذكرته لها بفضل الله سبحانه وتعالى، ما هو إلا فقط 40 يوم بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله عز وجل. وتمت خطبتها وهي الآن بفضل الله عز وجل في بيت زوجها، والحمد لله رب العالمين. وهذا من فضل الله، يعني هذا يعني يعني لا يكون أبدا أبدا يعني بسبب الإنسان، أو يعني أود أن أقول هنا مش بسبب الراقي، لا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ربنا جعلك سبب يا شيخنا، ما هو برضو هي أسباب. ربنا جعل في الدنيا دي. بس عاوز أنبه على أمر هنا مهم جدا، ربما بعض يعني السحرة ينسبون هذا الأمر أو هذا الفضل لأنفسهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالفضل أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى. أكيد طبعا. فمن تم على إيده شفاء أحد الناس فيشكر الله سبحانه وتعالى، وليسجد
لله شكرا أن أكرمه الله سبحانه وتعالى ووفقه وجعل شفاء هذا المريض على يديه، ولا يدعي ذلك للغرور أبدا، إنما ينسب الفضل لصاحب الفضل وحده سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل السلام. اللهم آمين يا رب. وسامحوني على يعني مش عارف أتكلم كويس عشان بس يعني السفر، ف ربنا يعينك. صوتي يعني مش واضح، الجو كمان هنا برد عن الحاله الطبيعيه بره ودرجه الحراره بره. طيب شيخنا، نرجع نيجي بقى للاسئله او الاستفسارات اللي اتكلمنا عنها. في استفسار جالنا بتقول لو في وقت ممكن اضيف سؤال. لا، بتقول بنتي كانت تعيش في بيتها. طبعا عشان مشاهدين يبقوا عارفين يا جماعه، انا يعني شفنا الاسئله المطروحه على رسائل الصفحه اللي مبعوثه للشيخ حسن. احنا مش هنقول كل الاستفسارات اعذروني، ولكن احنا لخصنا بمعنى ايه، ان الاسئله معظمها متشابه، فاحنا لخصناها في صوره واحد وواحده عشان خاطر طبعا وقت حلقتنا، وعشان خاطر تبقى الاجابه بمجمل الاسئله اللي بعتت لنا. واحدة بتقول بنتي كانت تعيش في بيتها حياة هادئة وتحب أولادها، وفجأة تحولت حياتها وطريقتها مع زوجها لدرجة إنها لا تريد أطفالها، يعني بقت كارهة أطفالها خالص، وفي معظم الأوقات تشكي من الصداع الشديد ووجع بالمعدة. معلش يا شيخنا، هو هل في عمل السحر ممكن الأم ما تبقاش حابة أولادها؟ ممكن يحدث ذلك بالفعل، ربما تكره أولادها وتكره زوجها. فأنا أسألها أولا، هل كان هذا الأمر مثلا قبل يعني كان بينها وبين زوجها بعض المشكلات حدثت؟ لو بعض المشكلات ربما نكيل الأمر إلى المشكلات. أما إن كان هناك ألم في الظهر، ألم في البطن، أحلام مخيفة في المنام، وترى زوجها في صورة قبيحة وترى أولادها كذلك في صورة قبيحة، فأنا أغلب ظني أن هذا هو الجن العاشق، تمام، فيجب عليها أن تعالج من هذا الأمر، تذهب إلى الرقاء الشرعيين، لبعض الرقاء الشرعيين، وتطلب منه أن يعالجها، أو تتبع هذا البرنامج وهو تسمع أولا الرقية الشرعية كاملة، تسمع الرقية الشرعية كاملة، فإن سرعت سرعت بمعنى أغمى عليها وخلاص الجن حضر عليها، ما قدرتش إن هي تكمل سماعها، ما قدرتش تكمل سماع وأغمى عليها بالفعل، تمام. في الحالة دي لازم حد يتدخل ويخاطب الجن، تمام. أما إن شعرت ببعض الآلام كألم في المعدة أو ألم في الظهر أو عدم القدرة على سماع الرقية، ففي هذه الحالة أنصحها بالتالي: أولا عليها بسماع سورة البقرة يوميا عبر سماعات الأذن، يوميا تسمعها، يوميا تسمع أيضا آية الكرسي نص ساعة كل يوم، نص ساعة على الأقل، أيضا تقرأ لها الرقية على ماء وتشرب منه يوميا على الريق، وتشرب منه قبل النوم مرة واحدة، وتضع المسك على الملابس الداخلية يوميا، تضع المسك على الملابس الداخلية، طبعا مع المحافظة على الأساسيات. احنا عندنا أساسيات: المحافظة على الصلاة في أوقاتها، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، وأذكار اليقظة، كل دي أمور أساسيات لازم نحافظ عليها. طيب شيخنا، هتستمر على البرنامج ده 40 يوم. تمام. طب السحر ممكن يتعمل على مسك؟ نعم، السحر ممكن يتعمل على مسك؟ لا، مش يتعمل على مسك. المسك من الأشياء اللي بيكرهها الجن، تمام. يعني لما يكون فيه مسك في جسد الإنسان، الجن ممكن يبتعد عنه، تمام. فاحنا بنستخدم المسك في بعض الحالات علشان بس يعني يساعد معانا مع الرقية ويصرف الجن عن الحالة. تمام. طيب واحدة تاني بتقول، أو واحد بتقول، ابني كان يعمل وخطب بنت وكان يحارب لأجلها، يعني كان بيحبها، وكان من الأولاد البرين، يعني كان بيسمع كلامه، وفجأة انقلب حالته، هل يوجد سحر معمول له؟ يعني في سحر معمول له أو إيه؟ حضرتك تنصحها بإيه؟ تمام. هي ما نفس الأسئلة. يعني هي بتقول إن هي ما عرضتهوش قبل كده على شيء، بس حاله تشقلب. تمام. أسأل نفس الأسئلة: هل يرى خطيبتي مثلا في صورة قبيحة؟ تمام. تغير الحال فجأة، إن كان حدث ذلك فربما يكون يعني فعلا وقع في سحر التفريق، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأنصحه أيضا بسماع الرقية الشرعية، أو يذهب إلى بعض الرقاة الشرعيين ويقرأ عليه الرقية الشرعية، تمام، ويتبع البرنامج الذي يدله عليه. فأنا أنصحه بداية أن يذهب إلى راقي شرعي ويرقيه، لأن ربما يكون هذا يعني من سحر التفريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا كثر جدا، وإن الله وإن إليه راجعون. طب ممكن يا شيخ في الحالة دي يكون من حسد مثلا، ولا هو ربما يكون من حسد، ولكن أغلب ظني أنه ربما يكون وقع في سحر التفريق. طيب
واحدة بتقول بعد التعب الشديد وبعد تفرقتي عن جميع من حولي لجأت الشيخ قال لي بيا سحر، قال لها معمول لك سحر على شعر ملفوف. اسمه ايه ده؟ اولا الله المستعان. اولا يعني التي ذهبت اليه هذا ليست راقي وليست شيخ. طيب معلش اكمل بقيه السؤال فضل. لان حضرتك هي فعلا كاتبه قالت زي ما حضرتك قلت كده، بتقول ملفوف ولما قلت له عايزه افكه او اتعالج منه بدا بطلبات كثيره جدا، ممكن شرح علاجي؟ يعني هي بتقول زي ما حضرتك بالفعل قلت ان هو كده تقريبا ما دخلش. هو اللي خلاني افهم ان هو مش شيخ وان هو اصلا مش راقي شرعي لانه ذكر سحر ملفوف على شعر لا يعلم الغيب الا الله عز وجل. الله عز وجل. فعندما يقول سحر ملفوف او على شعر او على غير ذلك من هذه الامور، هذه غيبيات. كيف عرفت هذا؟ لا يعرف هذا الا بواسطه جن. فالتي ذهبت اليه هذا هو ساحر وليست راقي شرعي. تمام. فانا انصحها بالبعد عنه، أنصحها أن تذهب إلى راقي شرعي ليرقيها. أما هؤلاء فيجب البعد عنهم، أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، يعني أنا أحذرها فهي بذلك على خطر عظيم. أما وكون أنه هو يطلب منها مثلا بعض الأشياء الثمينة أو ذات الثمن الغالي، فالله مستعان. الله مستعان. يعني ليس الراقي ابدا، ليس هناك راقي ابدا يطلب ذلك. ما هي النقطه دي دايما نرجع للاساس، الناس هي عشان ايمانها ضعيف فبتصدق برضه يا شيخ. للاسف الشديد احنا كثر السحره في هذا الزمان، كثر التعامل بالجن في هذا الزمان، وانا لله وانا اليه راجعون. يعني مش كل واحد قال انا بفك السحر او انا بركب رقى شرعيه وبجد كده راقي شرعي. للأسف الشديد أنا عن نفسي هذا المجال أنا فيه منذ 14 سنة. تمام. ما دخلته إلا لمحاربة هؤلاء، لأنهم كثروا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أنا أعيش في قرية بها يعني أكثر من 5 سحرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهم أيضا يحاربون وإن لله وإن إليه راجعون. الذي أريد أن أقول للمشاهد الكريم، احذر أخي الحبيب والذهاب لهؤلاء، فالذهاب لهؤلاء يوقعك في كبيرة من الكبائر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أمين. بما إن حلقتنا خلاص على وشك الانتهاء، ممكن حضرتك تقول لنا علاج الحسد بقى عشان نختم بيه حلقتنا؟ الحسد بقى. تمام. والله علاج الحسد ربنا يحفظك له طريقتين. الطريقة الأولى إما أن أعرف الحاسد نفسه، لو أنا عارف الحاسد نفسه وبقينا كده وصلت للعلاج، بمعنى هروح له وده طبعا صعب جدا، وخليه يتوضأ أو يغتسل. تمام. والوضوء أيسر، يتوضا ويصب هذا الماء على المحسود، وده بتبقى صعبه جدا، مستحيل طبعا اروح لحد من الناس اقول له مثلا انت عملت لي، انت حسدتني فتوضا وهات الماء بتاعتك واصبها، بيبقى صعب. تمام. فهناك طريقتين. ها بتبقى صعبه جدا يعني، الله مستعان. تمام. فهناك طريقتين الا وهو طبعا هنخليه يعني تحايل كده. تمام. ممكن واحده مثلا عارفه او واحد عارف انه فلان ده ممكن يكون هو اللي حسده، ظان بنسبه مثلا بنسبه كبيره انه هو اللي حسده، ممكن اعمل ايه او بتعمل ايه؟ تمام. تلبس جوانتي، تخلي جوانتي مبلول. تمام. وتسلم عليه. تمام. وتجيب الجوانتي وتحطه في ماء. تمام. وتقرا عليه الرقية الشرعية ويصب عليه هذا الماء، بحيث ان هي كده خدت من عرق ال تمام، هي مست جلده، ده الاصل. مست جلده. تمام. فبتحطه في الميه ويصب عليها او يصب عليه بالطريقه دي، تبرأ باذن الله سبحانه وتعالى. طب لم استطع هذا ولم استطع ذلك، ماذا افعل؟ لا انا مش عارف مين اللي حسدني، مش قادر احدد، اعمل ايه؟ الرقيه الشرعيه. الرقيه الشرعيه اللي هي ايه؟ تمام. هنسمع يوميا سوره البقره، يوميا سوره البقره، سوره الصفات، سوره الجن، المعوذات والاخلاص يوميا. ربنا يعافينا يا شيخنا يا رب، ويعافي جميع المؤمنين يا رب العالمين. شرفتنا شيخنا، وانا مبسوطه جدا ان حضرتك قبلت دعوه البرنامج عشان خاطر ترد على استفساراتنا. ربنا يبارك. اتمنى نكون ان احنا قدرنا نوصل لكم الرد على استفساراتكم، ونكون فدناكم بحلقتنا النهارده. ان شاء الله انتظرونا الحلقه الجايه في نفس الميعاد باذن الله، والى اللقاء.